السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. وياكم سامي الراوي من قناة كيف، رجعنا لكم في فيديو جديد. بهذا الفيديو راح نتعلم طريقة حفظ الصور بالفوتوشوب بأقل حجم وأعلى دقة. بسم الله نبدي، نضغط على نروح على الفوتوشوب. طبعا بس انا راح اسوي صورة او راح اصمم صورة بس حتى احفظها وابين لكم ان الحجم شلون راح يكون. طبعا اختار راح تلاحظون انه اختاريت الحجم عالي، نلون الصفحة مثلا هذا اللون، نضيف لها اشياء اشي طبعا بس راح اسوي هيك على مود احفظ الصورة وابين لكم الحجم. نكتب اشي طبعا اللي راح نسويه كالتالي. اول شيء نروح على فايل، بعدين نروح على اكسبورت، بعدين نروح على اكسبورت بريفرنسز، نختار بي ان جي، نضغط نحط صح على ترانسبرنسي حتى. طبعا هذه ترانسبرنسي تفيدنا عند صناعة اللوجو، عند تصميم اللوجو. نضغط على اوكي، بعدها نروح على اكسبورت كويك اكسبورت اس بي ان جي، نختار مكان الحفظ، بعدها نروح على مكان الحفظ، نضغط على بروبرتيز، تلاحظ ان الحجم 19 كيلو بايت فقط وبأعلى دقة. طبعا هذه الصورة، هذه الصورة، هذه نهاية الفيديو. اتمنى ما تنسون تسوون لايك وتشترك بقناتي اذا كنت ما مشترك.